طيب احنا ختمنا السيشن اللي فاتت بسؤال مهم، هو فين المين فانكشن؟ هل البروجكت ده في مين فانكشن زي الجافا كده؟ الجافا كان في عندي مين فانكشن بابليك ستاتيك فويد مين. طب هل ده موجود في الاندرويد؟ لا، الاندرويد مش شغال بالكونسبت ده. امال الاندرويد ازاي، او فين الفيرست ستيب؟ بيران منين؟ ايه اللي بيقول له اشتغل؟ ايه اللي بيقول له ران؟ فاكرين لما كنا بنتكلم من حوالي تو سيشن كده عن الهيراركي بتاع البروجكت، كنا بنتكلم على فايل اسمه اندرويد مانيفست دوت اكس ام ال اللي هو ده. طيب مين بقى الاندرويد مانيفست دوت اكس ام ال ده؟ الفايل ده هو ده الماركتير بتاع البروجكت بتاعك، يعني هو ده الراجل اللي بيعرف البروجكت للعالم الخارجي. يعني لو رحت تحط البروجكت بتاعك على الجوجل بلاي او البلاي ستور، هو ده الراجل اللي بيتكلم مع البلاي ستور، هو ده اللي بيقول البروجكت ده يحتوي على ايه. خلي بالك هنا عملية هنقول بقى ان هي شفافية بقى، يعني لازم تكون كل حاجة بتعملها في البروجكت موجودة جوه الاندرويد مانيفست. لو انت عايز تخبي حاجة ومش هتكتبها في المانيفست، الابليكيشن بتاعك هيدي ايرور. بمعنى لو انت مثلا بتقول الابليكيشن بتاعك دوت هيكونكت بالانترنت، وما رحتش تقول للمانيفست كده، ما رحتش تكتب في المانيفست ان الابليكيشن ده هيتصل بالانترنت، الابلكيشن مش هيرن، هيديك ايرور، هيقول لك لا مش هينفع. ليه بقى جوجل عامله الموضوع ده ليه؟ قال لك عشان خاطر يبقى فيه شفافيه ما بين الكاستمر والديفلوبر. الديفلوبر بيعمل ابلكيشن معين، الكاستمر لازم يبقى عارف ايه اللي هيحصل في الابلكيشن ده، لازم يبقى عارف كل معلوماته. كل معلوماته ازاي؟ خلي بالك ان انت لما تيجي تنزل ابلكيشن من على الستور، في كده يمكن فيو احنا بنشوفه يمكن كلنا بنعدي عليه كده بسرعه، اللي هو بيقول لك ايه البرميشنز اللي هتحصل. الابلكيشن ده بيعمل ايه؟ هياخد منك ايه؟ هل هياخد حاجه من الكونتاكتس؟ هل هيخش على الانترنت؟ هل هيستخدم واي فاي؟ هل هيستخدم بلوتوث؟ هل هيستخدم الجي بي اس؟ اللي هي البرميشنز اللي انت اوريدي بتوافق عليها وتقول له ماشي اوكي تمام. عرف الكلام ده منين؟ عرف من الاندرويد مانيفست. عرف الفيرجن منين؟ فيرجن الابلكيشن نفسه رقم كام وانهي فيرجن دي؟ من المانيفست. عارف الابلكيشن ده هيرن على انهي اوبريتنج سيستم؟ من المانيفست. عارف ان الابلكيشن ده بيعمل ايه وما بيعملش ايه؟ من المانيفست. اذا ده راجل مهم جدا. بلس ان المانيفست ده هو اللي بيقول فين او هو بيقول فين الفيرست ستيب بتاع الابلكيشن، مين الاكتيفيتي المين اكتيفيتي اللي هترن، مين اول ستارت هيحصل. لو رحنا كده هتلاقي في الاندرويد مانيفست في تابس كده تحت، انا اروح لاخر تاب على طول اللي هي الاكس ام ال، اللي هو الكود المكتوب فيه بي المانيفست ده. تعالى كده نعدي عليه بسرعه ونعرف ايه الموضوع. هتلاقي ان احنا هنا في طبعا اوبن تاج. الناس اللي ما تعرفش اكس ام ال ما فيش مشكله، الموضوع سهل واحنا هنشتغل طول الكورس بالاكس ام ال فهتتعود عليه ما فيش مشكله. تعود بس على حاجه، ان كل اوبن تاج لازم يبقى لها كلوز تاج. يعني مثلا هنا المانيفست عملنا هنا اوبن تاج للمانيفست، اوبن تاج ومانيفست ده هنقول ده كي وورد مثلا، هتلاقي تحت خالص ادي القفله بتاعتها ايه، زي البيجان والاند بتاع البروجرامنج. يعني فتحت هنا اوبن تاج مانيفست قفلتها تحت خالص. طيب المانيفست ده بقى عباره عن ايه؟ بعرف فيه الباكج، بقول ان البروجكت ده الباكج بتاعته هي كوم دوت دارش دوت تيست، فعلا كوم دوت دارش دوت تيست، فيرجن كود وفيرجن نيم. فيرجن كود ده بتاع حضرتك كل ما تيجي تعمل ابديت على الفيرجنز بتاعتك هتسميهم. خلي بالك ده انتجر، اه فيرجن كود ده بيبقى انتجر. انا بقول ان انا عملت فيرجن 1، بعد كده حصل شويه اليوزرز رجع بفيدباك قال لي في شويه باجز وكده حليتها فعملت فيرجن 2 ثم 3 ثم 4 وهكذا. الفيرجن كود ده اليوزر مش بيشوف، امال اليوزر بيشوف ايه؟ اللي هنخش على بلاي ستور يقول لك ده فيرجن 1.2.3 مش عارف ايه، ده بيبقى في الفيرجن نيم. الفيرجن نيم هو ده اللي اليوزر بيشوف. طيب ده كده الفيرجنز بتاعت البروجكت بتاعك. هنا الحته بتاعت اليوزز اس دي كي، بقول لك والله المينيموم اس دي كي فيرجن والتارجت ده اللي احنا عملناه واحنا داخلين بنكريت نيو بروجكت. لما قلت له انا هبدا من الكيت كات لحد اللولي بوب كده، الابلكيشن ده هيرن على الكاتيجوري على الاوبريتنج سيستمز دي، كيت سوري من اول الجيلي بين، احنا كنا مختارين جيلي بين، من اول الجيلي بين لحد اللولي بوب، يعني الجيلي بين سواء 1 او 2 او 3 والكيت كات واللولي بوب، الابلكيشن بتاعنا هيران على الاس دي كيز او الاوبريتنج سيستمز دي. طيب ده كده بالنسبه للتاج بتاع اليوزز اس دي كي. نيجي بقى على التاج المهم اللي هو الابلكيشن، الابلكيشن نفسه. طيب الابلكيشن نفسه هنا بنعرف منه حاجات جلوبال كده، بنقول الابلكيشن ده هيعمل الاو باك اب، اه الاو باك اب ترو، ان احنا نباك اب الابلكيشن او ريستوريشن ده باي ديفولت بتبقى ترو، خلي بالك ده جنريتد
احنا ما كتبناش فيه حاجه لسه، لسه ما جيناش جنبه. بيقول ان الايكون بتاعت الابلكيشن هيقراها منين؟ هيقراها من الدروابل، في ايكون اسمها اي سي لونشر. اه دروابل دي شفناها معاك بقى، تعال نفتح موضوع الدروابل ده. احنا جوه رز في عندنا دروابل اتش دي بي اي ال دي بي اي ام اك، ايه ده ايه ده، كل دول ايه دروابل؟ اه طب ايه بقى موضوع ان الدروابل دوت قدامه كل واحد كده اختصار كده اتش وال وام الكلام ده. خلي بالك ان الاندرويد ديفايسز السكرينز بتاعتها مختلفه، في عندنا اللو ديفينيشن اللي هي ال دي، في عندنا الهاي ديفينيشن، في عندنا الميديوم ديفينيشن، في عندنا الاكس لارج والدبل اكس لارج. ايه ده؟ يعني انا هنا عايز اقول لك حاجه زي البورتابيليتي كده، بقول لك انت دلوقتي عايز تعمل ابلكيشن يران على شاشه هاي مثلا وشاشه اكس مثلا، او شاشه دبل اكس، حاجه زي التابلتس مثلا ال10 بوصه مثلا. طب انا بقى هقعد كل شويه اقول والله الايكون دي تروح فين والايكون دي تيجي منين؟ قال لك لا لا لا، انت شوف الايكون المناسبه لكل ديفينيشن وهتحطها كوبي بيست في كل فولدر من دول، وانا كاوبريتنج سيستم على حسب الديفايس اللي هيرن انا هسنس الديفايس ده انهي واحد من الكاتيجوري دي واشغله الايكون بتاعته. بص هنا الاندرويد بيساعدك، بيقول لك ما توجعش دماغك، ما تشغلش دماغك، انت الايكون دي تتغير ازاي او الصوره اللي انت حاططها تتغير ازاي مع تغير الشاشات، الدينستي بتاعت الشاشات او الدينستي، او الدينستي بتاعت الشاشه سواء هي لو ولا ميديوم ولا هاي. والكلام طبعا ليه ريفرنس كده موجود على اندرويد ديفيلوبر، كل واحده السايز بتاعها والريزوليوشن بتاعها قد ايه كصوره. طيب فانا بحب باخد الصوره بتاعتي وابدا اخليها في اكتر من سايز، لو ميديوم هاي اكس ودبل اكس، بحيث ان لما يجي الابلكيشن يرن مع اختلاف الديفايس مع اختلاف الدينستي بتاعت الشاشات هيبدا الاوبريتنج سيستم اوتوماتيك ياخد الشاشه، ياخد الصوره المناسبه من الفولدرز دي. اما اجي اتعامل انا مع الفولدرز دي كلها جوه البروجكت انا بتكلم حاجه اسمها دروبل بس، ما بقولش بقى ولا دروبل اتش ولا ال، لا انا بقول دروبل بس. ليه؟ لان الاوبريتنج سيستم هو اللي هيحدد الشاشه دي تاخد انهي فايل من انهي فولدر على حسب السنسنج اللي هو عامله مع الشاشه. طيب فانا هنا بقول له ان الايكون بتاع البروجكت هتبقى الاي سي لونشر، الاي سي لونشر اللي هو الصوره بتاعت لو رحنا للجيني موشن كده، ادي لو عملنا هنا باك اللي هي الصوره بتاعت الاندرويد اللي هي فوق دي، دي كده اللي هي الاي سي لونشر، دي الديفولت ايمج الموجوده، ممكن نغيرها. اه هنغيرها وهنشوف الكلام ده خلال الكورس بتاعنا ازاي ان احنا ناد ايمجز جوه الدروبل. طيب في ايه كمان جوه الابلكيشن؟ بقول له الليبل اللي هو ابلكيشن نيم، الليبل ده جابه منين؟ اراه من حاجه اسمها ات سترينج. فين سترينج ده؟ تعال نبص كده جوه رز برضو، هتلاقي جوه فولدر اسمه values، هتلاقي فيه strings dot xml، تعال ندبل كليك عليه. خلي بالك بس قبل ما نروح له، هنا بيقول لك الليبل، الليبل بتاع الابلكيشن هيقرا variable اسمه اب نيم جوه السترينج. طب هنفتح انا strings اهو، هتلاقي الله ده في فعلا هنا حاجه اسمها اب نيم. بص هنا لو رحنا الاكس ام ال بتاعه، ايه ببساطه الموضوع عباره عن variable with value، في فاريبل اسمه اب نيم الفاليو بتاعه تيست، فعلا ده النيم بتاع الابلكيشن بتاعه. في فاريبل اسمه هالو وولد الفاليو بتاعه هالو وولد، ده عملنا ران اول مره نران الابلكيشن تيست دوت لما كان بيطلع هالو وولد كان بيقراها منين؟ كان بيقراها هنا بالفاريبل ده. في فاريبل ثالث هو حاطه اللي هو الكونكشن سترينج وكونكشن سيتنجز سوري، والفاليو بتاعه سيتنجز. اذا هنا دي فاريبلز قدامها فاليوز، اوكي ده كده ببساطه يعني ايه سترينجز اكس ام ال، وده ببساطه اللي الاندرويد مانيفست اقراه، قال ان الليبل بتاع الابلكيشن هيقرا من السترينج فاليو هياخد منه الفاريبل اللي اسمه اب نيم، اب نيم كان قصاده الفاليو بتاعته تيست زي ما شفنا في الفايل. طيب والسيم بتاعنا او الديفولت سيم بتاعه هيقراها من فايل اسمه ستايل، هياخد منه فاريبل نيم اسمه اب سيم، برده نفس الكلام هنا جوه فاليوز هتلاقي ستايلز اكس ام ال، هتلاقي ادي اب سيم اهو، لو رحنا الاكس ام ال بتاعه هتلاقي اب سيم ما فيهوش حاجه خالص، ان احنا ما اخترناش اي سيم، ادي هنا الاب سيم بتاعنا جوه الفايل اللي اسمه ستايلز جوه values. نرجع تاني للمانيفست، احنا جوه ابلكيشن اتكلمنا على الحاجات الجلوبال اللي معمول لها سيتنج الابلكيشن. طب نيجي بقى الموضوع المهم برضو، فين المين، فين الستارت بوينت؟ دي بقى الستارت بوينت بتاعتنا. بص بقى انا هنا بقول له ان في عندي اكتيفيتي، فتحت اوبن تاج للاكتيفيتي، احنا ما كتبناش بايدينا لسه ما تخافش، لسه هنكتب الكلام ده والكلام ده سهل. بقول له بقى هنا او الراجل هنا الجنريتد اللي حاصل بيقول ان في اكتيفيتي اسمها مين اكتيفيتي دوت مين اكتيفيتي دوت، معناها ريلاتيف للباكج اللي انا فيها، الكلاس اسمه مين اكتيفيتي، اه فعلا في مين اكتيفيتي اهو، اذا هي دي الاكتيفيتي الرئيسيه. طيب ليبل، الليبل بتاعها اراه منين؟ اراه من اب نيم برضو، يعني هنا اللي هو الفاليو اللي اسمها تيست. طيب
اذا الراجل كده عرف ان في اكتيفيتي في الابلكيشن اسمها مين اكتيفيتي. عايزين بقى نقول ان الاكتيفيتي دي هي المين اكتيفيتي فعلا، هي اول اكتيفيتي هترن وهتبقى منظرها ان هي ابلكيشن موجود على اللونشر بتاعها. مين يقول الكلام ده؟ حاجه اسمها انتنت فلتر. انتنت فلتر ده انكلودد جوه الاكتيفيتي اهو، انا جوه الاكتيفيتي ادي بيجين الاكتيفيتي اوبن تاج وادي الاند بتاعها. جواها انا ببدا احدد بقى، عرفت النيم والليبل، بعد كده ببدا اقول له الانتنت فلتر بقى. تعال نفهم كده الانتنت فلتر على انه ايه، اوامر هتتنفذ لصالح الاكتيفيتي دي. ده مؤقتا لحد برضه ما نروح ان ديتيلز في موضوع الانتنت فلتر، احنا لسه في مرحله البدايات. طيب انا هنا ببساطه قلت له ايه، او المانيفست قال له ايه، قال له خلي بالك بقى ان الاكتيفيتي دي هي هتبقى مين اكتيفيتي، وان الاكتيفيتي دي هتران از لونشر ابلكيشن، يعني ابلكيشن موجود كده على المين سكرين ندوس عليه يشتغل. ده كده ببساطه ايه اللي هيحصل. مين قال ان الاكتيفيتي دي هي المين اكتيفيتي، هي اول حاجه ترن، ومين قال ان هي منظرها يبقى او تبقى موجوده على اللونشر بتاعنا؟ مجرد ان انا افتح الابلكيشنز الابس الموجوده على الموبايل هلاقي تيست ده موجود زي ما شفنا هنا كده، ادي اهو تيست اهو زيه زي اي ابلكيشن، زي الكونتاكت زي الكاميرا زي المسج، اه بقى في عندي تيست اهو وادوس عليه. فهم بقى هنا ان هو ده، سوري ده الابلكيشن الاولاني، الابلكيشن الثاني احنا كنا فيه اللي هو معاه الريد باك جراوند. فهم بقى ان هنا في تيست عندي، اه ابلكيشن، وادي الايكون بتاعته تمام، وادي الليبل بتاعه اسمه تيست، وادي الايكون خدها من الدروابل، وعرف ان هو ده المين اكتيفيتي بتاعتنا. لو احنا ممكن نكون عندنا ابلكيشن فيه كذا اكتيفيتي، اه طبعا ده اللي هنعمله خلال الكورس، وابدا احدد مين اول اكتيفيتي تشتغل. بنفس الطريقه هنا اكتيفيتي واعمل لها انتنت فلترز واقول ان هي الاكشن بتاعها هيبقى مين، والكاتيجوري بتاعها تبقى لونشر. لونشر معنى ان هي بعمل لها لونش من على الاب ويندو زي كده. انا كده الابلكيشن بتاعي، وانا زي ما شفنا كده الابلكيشن كان موجود وسط الابلكيشنز الموجوده، واقدر كده بدوس عليه يشتغل اعمل له لونش. طيب يبقى انا كده عرفت مين هو المانيفست، وعرفت ان مفيش مين فانكشن، عرفت ان هو ده المين فانكشن بتاعي. انا هنا حددت ان الاكتيفيتي دي ازاي تشتغل، وهي المين هي المين اكتيفيتي وهكذا. فهمت يعني ايه مانيفست ببساطه؟ وزي ما قلت لك مهم قوي شفافيه، اللي هتعمله في البروجكت لازم يتقلل مانيفست. لو هتضحك على البروجكت، عايز بقى انت تعمل حاجه تضحك بيها على اليوزر، لا ده مش هينفع مع جوجل خالص. جوجل بتقول لك اللي هتعمله تكتبه هنا، لو ما كتبتوش هنا وده اللي هنشوفه برضو، انا مش هرن لك البرنامج ده. وفي نفس الوقت الفايل المانيفست دوت هو ده اللي بيعرف البروجكت بتاعك للعالم الخارجي، هو ده اللي بيقول البروجكت ده هيعمل ايه، البرميشنز اللي هياخدها، هيران على انهي اس دي كي، الليبل بتاعه ايه، الايكون بتاعه ايه، هيخش على الانترنت ولا مش هيخش، هيستخدم كاميرا ولا مش هيستخدم، كل الكلام ده بيتحط جوه الاندرويد مانيفست.